حركة لا إرادية نفعلها كل يوم وقد تسبب مرض السرطان، وقد حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام. اليوم نعرض عليكم مشكلة كبيرة قد يتعرض لها الإنسان بسبب حركة لا إرادية يفعلها كل يوم عند تناول الطعام. فنبدأ كلامنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. ومصداقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما تم إثباته من أهل العلم الحديث، أنه توجد في أجسامنا بكتيريا صديقة تعايشية بعكس تلك الضارة، وهي تساعد الجسم على مقاومة بعض الأمراض، وهي توجد في الحلق. فإذا قام الإنسان بالنفخ في الطعام تحركت تلك البكتيريا النافعة إلى الخارج، فعند ملامستها لسطح ساخن سواء في الطعام أو الشراب ثم دخولها لجسم الإنسان تتحول إلى بكتيريا ضارة قد تصيب الإنسان بمرض السرطان. فسبحان من علم نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.